بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واحنا في الفانكشن بتاعت الديليت برودكت عايزين نعمل بس كده ايه اليرت دايلوج، بحيث ناكد على اليوزر انت متاكد انك عايز تحذف ولا مش عايز تحذف. تمام، عملت ايه بال اليرت في سواء اليرت دايلوج بيلدر ودوت بيلدر عشان يبني لي الاليرت، واديته كونتكست عشان يعرف ان هو هيطلع على الشاشه، وقلت له اليرت دوت سيت. عندي بقى كذا حاجه في الاليرت اللي ممكن اشتغل عليها. اول بيلدر هو مش شايفها دي، عايز يعمل رينيم، فهي البي بس كابتن بس كلمه بيلدر بس. طبعا الاليرت ده لو طلع لك تعمل له امبورت تعمل له امبورت. فقلت له ايه الاليرت دوت سيت تايتل، فهعمل التايتل بتاع الاليرت دايلوج كلمه ديليت او ديليت برودكت، ماشي ده التايتل بتاع العام. وهعمل بقى اليرت دوت اقول له سيت مسج اللي هي المسج اللي هتطلع لليوزر. فاقول له مثلا ار يو شور يو ونت تو مثلا ديليت ذيس برودكت، مثلا ار يو شور وي ونت تو ديليت ذيس برودكت. هو هو اسم البرودكت، ممكن اجيب اسم البرودكت اللي من عندي اقول له ديليت برودكت اسمه كذا خلاص. وعمل استفهام على اساس ان هو هيرد عليا يعني اما ايه لا. فقلت له الالات توت ديكارت، عملت التايتل عملت المسج، هعمل ممكن اعمل ايكون ورجع على ايكون من تبقى تكون شكلها شكل ديليت يعني تظهر مع المسج. فهنرجع على دروبو دوت او ار او اندرويد دوت اندرويد دوت وي ار دوت دروبو دوت. اجيب بقى صوره الباتن ده اسمه ديليت. كنا كان عندنا الاي سي ديليت، خلينا بس الايقونه اللي كنا محتاجينها اللي كنا عاملينها. لما ادور على واحده ثانيه هي اي سي ديليت اصلا موجوده جوه الاندرويد، ليها شكل هو اكس اللي باينه كده على سطر 40. فاقول له ليفت لو سيت نافيجيشن باتن، او اسف في عندنا نيجاتيف باتن، في عندنا نيجاتيف باتن والبوزيتيف باتن، وعندي الايه النيوترال اللي هو العادي يعني. فقلت له سيت النيجاتيف باتن اللي هو ده هيبقى عباره عن نو، هقول له نو كلوز اقفل. طبعا هي البارامترز بتاعتها اللي هي دايلوج وويتش. فانا كل اللي هعمله في الحته بتاعت النافيجيشن باتن اسف النيجاتيف باتن مش عارف ليه معنى معايا. وهعمل برضه الباتن التاني اللي هو البوزيتيف، انا مش هعمل حاجه اصلا في النيجاتيف اساسا. يعني لما بندوس بالنسبه لي لما بندوس نو ما اعملش اي شيء. انا لما بيقول لي يس ديليتد، دي بقى اللي ايه اللي انا المفروض هبرمج فيها فيما بعد الباتن بتاع الايه الديليت. لكن لو قال لي نو خلاص مش هحذف ناس بالغلط، خلاص مش مشكله عندي. فانا هاخد بقى في البوزيتيف دلوقتي احط بس المسج بتاعت التوست دلوقتي مؤقتا يعني. مؤقتا لغايه لما بعد كده ارجع بقى ابرمجها بقى تكون هي الايه هي القصه بتاعتها. طبعا لو انا رحت دلوقتي كده وجربت طبعا مش هيشتغل، مش هتطلع الاليرت. لو دوسنا على ديليت كده مثلا في اي واحد من دول خلاص مش هيحصل حاجه، لان المفترض ان احنا ما قلناش للاليرت ديت ان هي تظهر كديالوج يعني للشاشه. فهعمل ايه؟ هقول برده ايه زي ما عرفنا الاليرت كده وكوناها ومعرف ديالوج. الديالوج ده هو اصلا من النوع اليرت ديالوج خلاص، التايب بتاعه اليرت ديالوج. هقول له بيساوي اليرت دوت كرييت، عايزك تكريت اليرت خلاص. وهقول له بقى ايه ياخد الاليرت اللي انا جمعتها فوق خلاص، اللي انا عملت لها التايتل والمسج والايكون والتو باتنز وكده كله. فاعملها ازاي؟ هقول له دايلوج دوت سيت كانسليبل فولس عشان ما يدوسش في اي حته تضيع يعني. لو انا عايز اعملها كانسليبل تبقى في ترو اجرب تمام. قلت له دايلوج دوت ايه دوت شو. لاحظوا ان انا قلت دايلوج وعرفته بيساوي اليرت، ده التعريف بتاعي فوق دوت كريت. فالاليرت لما تتكريت تتحط جوه الدايلوج، والدايلوج هو اللي يحصل له شو. فلما جيت عملت كده عرض واجرب بقى المره دي اطلع لي ايه ديليت باتن ديليت برودكت وار يو وانت ار يو شور مش عارف ايه المسج، وعندي النو كلوز هو بيقفل عادي جدا مش مشكله. اما لو بص على يس فعندي ان هو بيطلع لي المسج اللي احنا شفناها بتاعت الايه التوست بتاعي كده كويس جدا. ده كده الشكل العام بتاع الديليت. ممكن اعمل شويه شغل في الديليت في الباتنز ونلونها. عملنا هنا ايه؟ انا غيرت النافيج اللي هو
اللي طلعت البطن بتاع النيجاتيف، لكن انا عندي ايرور، كان عندي ايرور في الكتابه، عملته نيوترال. فاكر احنا عاملين كده مكرر؟ ايوه صح كده. العادي البطن العادي يعني يبقى هو النو، يعني الديفولت بتاعنا يبقى النو دايما. الديفولت بتاعنا ان هو النو. اروح كده على الليست اجرب شكله عامل ازاي. تمام، بعد كده ده هنا شمال، ده هنا كده يمين، وده في النص. طيب لو انا عايز الون الباتنز بتاعتي، يعني ممكن اديهم لونين، فممكن وانا في الدايلوج، الدايلوج دي اعمل ايه؟ اقول له دايلوج دوت، وانادي على الباتنز اللي انا عايز اعمل عليها عرض معين. قلت له جيت باتن، فقال لي انه باتن بالظبط؟ قلت له روح على النت دايلوج، يعني النت دايلوج بتاعتي دوت باتن نيوترال، اللي هو الباتن العادي. خلاص هو عارف نوعه، لان احنا عندناش غير ثلاث انواع زي ما قلنا، النيجاتيف والبوزيتيف والايه نيوترال. فقلت له سيت باك جراوند، عايز اخلي الباتن ده الباك جراوند بتاعته مثلا بلو، فيبقى مثلا نو دايما هي البلو، وادي الثاني مثلا الريد اللي هو مثلا البوزيتيف اللي هو، فهقول له هنا ايه؟ ريد. خلاص فيطلع واحد باللون الازرق وواحد باللون الاحمر. لو الالوان مش حلوه ودي ده طبيعي طبعا، اعمل سبيسنج بس كده عشان ما يبقاش الكلام لازق في الباتنز. طبعا انا عارف ان كل الالوان فاقعه شويه، ممكن تغير الالوان، تختار الوان اشيك كتير، بس انا اخترت اللونين الشهيرين يعني خلاص، بحيث ان يبقى كده هغير الالوان اللي هي الباتنز اللي هتطلع يعني. فخلاص ادي المسج، وادي النو كلوز، وادي اللي هي اليس، نجربها، ندوس على يس، فكده تمام، نطلع المسج، نكمل مع بعض ان شاء الله.